هاي فتيات لبست عليكم. قول لهم هاي فتيات. ما هو كلاش بديش عليها. أنا ساخطة. فتيات قولي بعطيك شي جاكم الانترو. قولي لي كي جاكم الفكرة وزمر وكبكم الفتيات وداك الشيء كي جاكم الفكرة ديالي. جميلة؟ ها؟ عبقرية. دابا حنا غادي عند سارة. Today is a big day. Why؟ حنا غادي عند سارة. Big day صراحة ماشي لينا مي لسارة خصوصا. سارة. احنا حداك كما قلت لكم اليوم نهار كبير لساره لانها غادي تلونسي البيزنس ديالها. نقدروا نقولوا دابا سمول بزنس ان شاء الله تمشي الامور مزيانه ويسهل عليها الله ياكو. ما نقولش لكم دابا شنو هو البيزنس، ما نخليكم تكتشفوا في الحلقه. في هذه الحلقه هذه غادي تكتشفوا معنا. حنا دابا غادي نديروا الشوتينغ فواحد البلاصه زوينه وغادي ندوزوا نحزوا الموديل اللي غادي يدير لينا الشوتينغ. وكنحاول دابا راه كنظن انكم ديجا تفهموا. باي ساره معنا. سارة ساخطة ما تديوش عليها، وفيها ضرر راسها وفيها الجوع وفيها الوجاع وفيها كل شيء. والله هي مازال تالا مازال تالا كل ديبها على سندويشات. درت الروكر اليوم صايبت على الشعري في 10 دقائق. الجوج عاد فيقاها حتى الجوج ولا مفيقاني وقالت لي نوضي. عرفتي بعدا الفير ما فين؟ الله اكبر. فين فين جاي؟ ما عرفتش فين كموني شنو فين؟ ما عرفتش صفت لي لوكاليزاسيون. شنو سميت المكان؟ عين سد عين حفلة. ها؟ سميتو؟ لا سميتو ما عرفت. عين عريس. عين عريس مو معين شايف. On est dans la compagnie. Amazing. Amazing. هذاك صاحبي يقول لك احنا قربنا قربنا. يدك تلات. بصح حنا تلفت فد عين عريس وما عرفتش كي جابت هادي. قلت لها بلي خلاص بلي ما عندكش بولا. ولي 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 ولي. انت ما فلاش ديال التليفون. الصقا حنا وقدر. شو اغنام اش فيه ما ولا فيلا حراء واحد فيلا. شوفوا هذه بيضاء. هذيك وا هذيك وا هذيك وا شي كثيره واعره. حنا عرفتي تقتلي بنادم واعره هذه. حنا كيطلع داك الجرائم ديال التدروكا اوفر دوز. انا فين والله الجرائم كتعاود عليهم صفاء. شفت الريحه بعدا ريحه الطبيعه. ايكام السلام عليكم. هذا العوام عفاك الفيرما ديال خالد. صافي واخا شوف الله يجزيك بالخير اخويا. شي غيجي منين؟ شوفوا العوده شحال زوينوان بيض داكشي ديال سبيريت. اخرين تحت. شوفوا احبابي حنا شوفوا فين جايين. حنا قال لك غنديروا الشوتينغ. صافي صحاب عندنا كاسكاد صافي 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 العوامي واخا الله. فتيات حنا وصلنا دخلنا من هذاك الباب. هذه هي الفيرما اللي حنا غادي نديروا الشوتينغ ان شاء الله باذن الله. ناري ناري شنو هذا؟ حس برسي بحال شي حديقة الحيوانات. واو شنو هادي شجرة الزيتون؟ شنو هي هادي الزيتون؟ قولوا لي شنو هي هادي البنات في الكومنتير. شنو هذا؟ غير نقردك ونغسلك هنا. او جميل سا سي بون. ها ندخلوها من الباب. فتيات حنا تانستالينا. شوفوا قاسة تيقصيو عاد نبداو الخدمه. السمول بزنس ديال سارة اللي قلت لكم هما جلالب. يلاه دابا هذه الفيرست كولكشن ديالها. يلاه دارت واحد السر ديال الجلابات وجايين ضاربين الطريق وجايين حتى العرسات والعوج العرجات وما عرفت فين. في الاخر دارت شوف شنو شوف شنو طرا فيهم. كلهم جلاب مكمشين كلهم مكمشين. شوفوا اللي طايح. شوفوا 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 واش كي غنديروا صوفوا هذا الشيء كي غنديروا ان شاء الله. فضيحه فضيحه. شوفوا العاره ما شوفوا هذه حيد حيد حيد. شوفوا 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 الجلابه كي دايره. امين تبغي تشري شي وحده راه نحدد عليك. غير شي فنان نصوروا ووجه الويل تتباعوا صور. بونجور فتيات. الاول ديال الفيديو كان في نهار اخر في السيمانه الاخرى. بما ان شفتوا ساره الفضيحه اللي دارت وتا الجدال مكمشين وتا حاجه ما جات زوينه وجاو التصاور حالتهم حاله. دونك قررنا اننا نرجعوا مره اخرى ونكونوا مقادين الامور وداك الشيء. داك الشيء علاش اليوم غادي نرجعوا لنفس الفيرما اللي مشينا لها اخر مره باش غادي نصوروا فيها الشوتينغ. يا ربي تصدق هذا النهار وما يتكمشوش الجلالب ويخرجوا التصاور زوينين. اتس نوت فور مي بات فور ساره بيكوز
مسكينه مفخوصه وتستاهل تستاهل تستاهل والله الا تستاهل 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 والله الا تستاهل. من هاد المنبر بغيت نطلب منكم انكم تشجعوها. من بعد غنحط لكم دي فيديو ديال الجلالب اللي عجبتها شي حاجه تقول لها انا جاي من طرف اكرام بنت خالك غادي دير لها ثمن زوين. هذه اول كوليكسيون ديالها اللي فيها 10 ديال لي بياس وحاولت انها تكومبيني بين الذوق ديال الناس الكبار وبين الذوق ديال الناس لي جون. غنخلي لكم حتى لاباج انستغرام فين غادي تحط لا كوليكسيون ديالها. الا عجبتها شي حاجه تصيفط لها ميساج وتقول لها دير لنا شي 100% ريدكسيون. انا عارفه انها تعذبات باش تصاوب هاد الجلالب راكم عارفه فاش كتكون اول مره غادي دير شي بروجي ديالها ولا فشي خصوصا فشي مجال ما كتفهمش فيه ما كتفهمش فيه في خياطه والو تعجبها الجلالب وداك الشيء نهار قالت لك بغيت ندير الجلالب. نعست صبحت قالت لك بغيت ندير الجلالب. دي فوا كنكونوا كنا متحمسين اننا نديروا شي حاجه عجبانا ولكن صافي كيجي داك الحماس والتطبيق هو اللي مهم. I was happy for her. داك الشيء فاش تحمسات وطبقات دونك شي حاجه مزيانه. شرات توب غالي وشرات توب كاليتي زوينه ومشات عند الخياط وخياط مزيان وحسب عليها الخياطه غاليه. عارف هادشي كامل وعارف البروسيس اللي دازت منه كامل. كنتمنى انكم تدعموها وداك الشيء واللي عجبتها شي حاجه وبغات تاخذ شي حاجه راه فريمون غتاخذ شي حاجه دو بون كاليتي. الجلابه ما غتلبسيها ايتا وراءها ناس ما نقولش لك زائد انها غتكون هي الموديل. انا طيحت على الفكره كنت علاش ما تكونيش انت الموديل ديال داك الشيء ديالك. كيش قلت ليا فكرت فيها يلاه انت اللي غتكوني الموديل وانت اللي غتلبسي الجلابه وانا اللي غنصورك. يا ربي غادي نصورها بالتليفون غندير لكم شي بالتليفون. هادشي اللي كاين باش ما نطولش عليكم غادي نمشي نلبس وندير ماكياج ونرجع لكم. هادشي ديال 2006 اللي درت لكم ولكن غنديرو شوفوا شوفوا الزين شوفوا الجمال. هادي هي الاوتفيت كيب سيمبل بحال ديما. سروال ديال التوب اللون ديالو فن غزال في القحيوي وطوب كحل كولمونتي. الاكسسوار درت هادشي والزويكات والخويتنات وصافي بقات غندير السمطه. وي وي اختي زيد زيد ولا ماعرفتش ديالك لابسه جين خصني ندير فمي هكا كي جاتكم اختي ستيتو خضر له علاقه ياك كنت هذا فيه خضر لداخل. واو واو صفقوا عليها صافي نخليو التسميطه هادي كوم سا وهذا هو الصاك اللي غادي نهز كوم سا حيت كنهز فيه كلشي. ها هو معنا عماد الاخ ديال ساره. قول لهم هاي فتيات. واش سالم سالم هاي فتيات نضرب حسك عليا بانو بانو بجوج خليهم يديروا المقارنه المكرر ديال المكرر. ويلي ويلي هادشي غنحيدو في المونتاج. هذوك مارتكم لهنا درو شويه الحب ديال تحبب العاني دير شويه درو تحبب بعضياتكم بركه من البساله ديروا ديروا دفلاش عليا عافاك بكير نقدر ندوز. سلام شو خلت شو خلت ديس واي فتيات حنا دخلنا تانستالينا دابا في الصاله ابقى اتقوا تسمعوا الصدى لان الدنيا ما عمرهاش بزاف. هيا صويره لابسه الحمر اليوم لوغاش كيبوز. ها جبت هذه جايبه هاد الطالون هذا باش تقدر تلبسو مع الجلابه. لا وجايبته هذا وجايبته هذا. شوفوا هنا كاينه واحد الكليسه بربريه وكاين هنا كليسه واحده اخرى. عباد خصك بصح تصعيط تشد معاها تبغي بلا فايده بلا شو هادو كلهم همهم كيقلبوا فين يلعبوا فيفا. هذا جايب معاه بي سي تشارجي. قول شي كلمه لاختك. اخرى اخت في الحياه والله العظيم اش هذا هكا تيعبر على الحب ديالو الاخرى ديالو. شوفوا النظار كي مغطيه ساره باش تبدل زعما على اساس النظار راه فهمتي طويله القامه وتغطيها. اولا اولا كومو فيناموس ميامو اكرام كرام اكرام اختي كيف كنت ديري في الحياه عارفين هضره علاش السؤال واش كتديري في الحياه باش كتفيدي المجتمع دابا انت انا كنقلب يلاه نفيد راسي عاد باش نفيد المجتمع انا ما باغا نفيد حد انت اللي حالتك حاله وما يجيش انت من هناك معنا قلنا لك كلمه الجمهور كيشجعك دائما وكيصوت لك ستاره دائما. بغيت نقول لكم ان جلابه مخيطه باليد البنات نوريكم مزليني بالاولى هانتوما شوفوا الجلابه راه دو بياس كما كتشوفوا فيها هنايا شنو انتم السطر السطر قلت لكم لا تفقهوا في هادشي دخلت عليه
ولكن الحضور القميص هوبلا وعلى صار انت كتبان هموشن ويلي 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 يلا سير عندك تجيب الربحه في الربيع هادي هي البلاصه اللي غادي نصور فيها طلع لك التصويرات من داك الشرفيع بيان سور طلع من داك الشرفيع حيت انا الكاميرا ومن يا ربي هاد حاجه منو مثلا ديري هكا وكنتي زعما لا تفارق وجهك نعم هادي نيت هادي باش تبيني الكومبو هادي هنا ماشي هذيك الدرجه باش تكون عادي هكا ما توصلي مثلا هاد الدوره شدي الجلابه ديال ياكي واه الدوري مثلا تحركي شويه فهمتي بداكشي بالادب والدوري شعرك كديري ديك اللعبه صافي ضحكتي ما غديرش حاجه من هادشي من ضربت ولا كل اخر من درت بقيت مبتسمه واه اش هاد الجمال ودوش ميك اب هادي الجلابه الثانيه كي جاتكم كي جاكم لي كولور كان خصني نجيب هذاك لا تروس كتركب هنا شفتو جميله ايوا مرضاش يضرب حياته في فيفا شنو كنتو لاعبين كنا لاعبين كانت مانات خاسره ديالي كانت خاسره وانا كنت كل شويه كتقطع عليا انا راه طفات لي هادي شوها هادشي الهضره والبخ شنو كتقول فهاد الخشل تنقول مانات خاسره بصح والله اللي ضال والله جرد هاي بنات شوفوا هادي غادا نديرو قفيطين تا هو كريب تقدري تلبسيه بوحدو تقدري تلبسيه فوق الجلابه انا ديجا دايره فوق الجلابه هذا يجي قفيطين ديري ليه مجيدين ديري ليه هادي يجي سامبل زوين دايره فوق الجلابه باش البنات هكا هذا معروضه ولا شي حاجه بغات تحيد الجلابه من الفوق تبقى غير بالقميص تجي زوين تجي زوين تجي رائعه البنات بلاتي نمشي لهيه ونوريكم الطالو اللي لبست معاه في البيج جايبه لي اكرام جلابه ديالها البسها ونوريها لكم بقاو معنا ما تزبيوش شوفوا لا البنيته طلع عريسه طلع تزوج هذه فيها البيج دونك هذه الجلابه هذا هو اللون اللي فيها زيد قربي معنا تفضلي تفضلي بحال الموف بحال الجين بحال الزرق بحال الشيبي ما عرفتش اين اللون كتجي من هنا غليظه ومن هنا كتيفه تهبط هي مخزنيه اسمحوا لي نولي كرام قلت لكم حتى شنو سميت شي حاجه لا هذا البرشمان لا هذا لا والو البرشمان المهم تلقاو في انستغرام تلقاوني كاتبه لكم كاع السميات ديال هادشي في الديسكريبسيون تكتب لكم السميات ديالهم الرباطي البرشمان هادي حتى هي خفيفه صغيره هادي اون بياس انا راه كنعرفش نهضر ولادي كاين طلع السلام عليكم مرحبا بكم والو ما كاينش ترحيب شوفوا هاد لاكولور كي داير البنات فن وفن كيحمق وفيه لتحت راه لتحت باش طلع لكم هذا راه حتى هو كريب تحت قميص سامبل ديروا بحال هكا اوبلا
القميص سامبل جاي بحال هكا. الكرام شوفي تبعيني اكبر دفعه ياك الطير ما تخافيش فتيات الى هنا غادي تكون انتهت الحلقه ديالنا. خليوا الراي ديالكم في لي كومونتير على جلال بدي ساره. احبكم يا فتياتي حلوات. باي.